الخنق وشباب بلدية الخنق وجميع ساكنة بلدية الخنق هو الاتحاد الرياضي لبلدية الخنق. كان تغطينا ليربيكا نحبسه نتبعوا فيها نمشوا معها نخدموا فيها نعانوا فيها نضحوا فيها كما نقولوا نضحوا بمالنا بصحتنا بوقتنا بظروفنا بصوالحنا لجل الفريق. المعاناة تاع الفريق أول حاجة لإعانة المالية ما كانش دراهم ما كانش. عندنا لاعبين جايبينهم برا، عندنا جامعيين، عندنا ناس تلعب معنا من اللغوط ولعبة في النيفو الأعلى وجاتنا هنايا يعني على الأقل يدي كما نقولوا 4 ملايين 5 ملايين للشهر. بالنسبة لنا ماتش لحد الآن راهم والله ما خلصوا الفرق. النقل للنقل النقل للعشية راه ديما عندنا العشية على الأقل على الأقل عندنا 200 ألف آلي 200 ألف روتور ما بين طاكسيات سيارات الأجرة باه نجيبوا اللعابة. النقطة الأخرى الملعب الداخل راه مش ملعب مش ملعب راه عنده 10 سنين كثرتنا منه الإصابات. عندنا على غير قادر قطاف راحت له إيرني ديسكال في ظهره من الملعب. الجارديا تبليسا من صبعه طاح من الملعب. ما نحكي لكش على لي طوندو لي جونو هافون كاع لي بليسير لاشوفي من الملعب. القبره فيه كأنه مردوم بالقبره والفون صابل تتحرك برك تتحرك البال ويطلع معها القبار. جاتنا حتى الحساسيه من هذيك القبره.